ايهام وصل. ياسمين انت كنتي معايا دلوقتي؟ طيب. ومحمود كمان كان معايا وكان في اصوات. طيب. اهدي انت كنتي بتحلمي؟ كنت بحلم، كنت بحلم ومحمود كان معايا. لا ما كانش معايا، بس انا كنت بجري كده في حتة مظلمة قوي وفي حاجات غريبة وسامعة أصوات، أصوات مش عارفة أوصفها. أصوات زي إيه؟ عارفة لما تدوري كده في الراديو وتسمعي ذبذبات؟ ها؟ فهمتك فهمتك. بصي ريهام، أنا هحكي لك على كل حاجة، هحكي لك على كل حاجة. إن شاء الله التجربة تكون مفيدة ليكم وليا. أنا آسف إن أنا جاي في ظروف صعبة عليكم، بس الحقيقة أنا أبقى خال ندى صديقة مدام ياسمين، وهي اللي طلبت مني أساعدكم في المسألة دي. بصراحة يا جماعة الدكتور هشام رغم إنه مشغول جدا، ولكن هو أصر إن هو يكون موجود معانا في التجربة النهاردة، خصوصا إن هو عنده إيمان قوي إن محمود الله يرحمه عنده رسالة عايز يوصلها. إحنا تشرفنا بحضرتك وآسفين لإزعاجك، لكن أنا قناعاتي باللي هيحصل ده ضعيفة جدا وتكاد تكون منعدمة. هل هيأثر على حاجة ده؟ أستاذ عادل، أنا طبيب أسنان مش دكتور روحاني، وبعدين اللي إحنا مقدمين عليه ده لا هو دجل ولا تحضير أرواح خالص، المسألة أبسط من كده. أنا بس حبيت أوضح موقفي. دكتور هشام، أنا اللي فهمته من كلام حضرتك إني هسمع صوت ابني، ده بجد؟ مش بالشكل اللي حضرتك متصوراه، ويمكن ما نسمعش حاجة خالص، بس إلحاح روح ابنك ورغبته، وده اللي وضح لي من اللي اتحكى لي كله، بيؤكد لي إن روح ابنك موجودة هنا. وأظن إن إحنا مقدمين على تجربة أكيد بالنسبة لكم كلكم هتكون مذهلة. دلوقتي يا جماعة إحنا هنقعد في هدوء على قد ما نقدر. أحياناً الناس بتحب توجه أسئلة أثناء التسجيل، لكن في الحالة بتاعتنا أنا شايف إن إحنا نسيبه يفضفض ويقول اللي عنده. نبتدي؟ أنا شفت بابا، نادين أنا حاسس بالحزن اللي جواكي، ومالي قلبك العمر لسه قدامك طويل يا حبيبتي. خلي بالك من ماما يا نادين، خلي بالك من نفسك يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. هتوحشني أوي، هتوحشني أوي. ليه بتجري على الموت كده؟ انت لازم تكملي، ولادنا ريهام سارة ومحمد
مسؤولية كبيرة تجاهه. لازم تكملي، الولاد محتاجين لك أوي، العمر كله معاك يا حبيبتي. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي، وخلي بالك من الولاد، ساعتها أنا هبقى مرتاح أكتر. وحشتيني أوي، وحشتيني يا حبيبتي. دلوقتي فات تلت ساعة بالظبط. أنا حاسس يا جماعة ممكن نسمع شيء مهم جدا. دلوقتي حوصل الجهاز بالسماعات. أرجوكم نهدى ونمسك أعصابنا في اللي ممكن نسمعه. يلا يا حبيبي الباص تحت. استنى يا محمد، في شوكولاته على بقك. ينفع كده؟ مامي هنفطر عند تيتا سلوى النهارده؟ اه يا حبيبتي ان شاء الله.
بقولك يا صرصور ما تجريش قوي في المدرسه عشان ما تعطشيش. ها حاضر يا مامي. يلا ركزوا في الدراسه، انا عايزه جريدز حلوه في الشهاده عشان بابي ومامي يكونوا مبسوطين. وبابي هيعرف ازاي؟ بصوا يا حبايبي، احنا صحيح ما بنشوفش بابي زي الاول، بس خليكم متاكدين ان هو دايما معانا وحوالينا. بجد يا مامي؟ بجد يا حبيبه قلبي. كنت قايله لي هنزور بابي الاسبوع ده. الخميس اللي جاي الذكرى السنويه بتاعته، وهنزوره كلنا ان شاء الله. ماشي؟ يلا يلا بقى اجروا يلا. صباح الخير يا صباح. صباح النور. ما تخليهاش تلعب كتير عشان ما تعطش. ها يلا يا محمد، باي باي يا حبيبي.